لكن رجعنا بكبرنا سوا. بكيف بتفكر؟ شو بدنا نفكر؟ يلا، شو هي نوعية الأشخاص اللي بتحب تمضي الوقت معهم؟ عدد بعض الصفات. يلا نور حاضرة. أنا ببلش. أنا كثير يعني أنا اللي بيعرفونا بيعرفوا قد ايه بحب أضحك كثير. فبحب مضي وقت مع عالم مرحة كثير وما بتاخذ كل شيء سيريسلي، وكل شيء يعني بقوله يمكن بتاخده بطريقة بيرسونال شخصية. يعني ما بيفهموا الأمور شخصية. بس بنفس الوقت بحب أقضي وقت مع عالم يعني عميقة. كثير. 100%. مارك، مثل ما كنت عم أقول لك هلا نحن جايين بالسيارة، كنت قلت لك إنه أنا كثير بحب الناس الحقيقية، ومش إنه بيهدوا هيك كليشيات وما بيحكوا أمور سامعين أو ما بيفعلوها يعني. ويكون مثل ما قالت إنه يكونوا عن جد يعملوا حديث حقيقي وهيك. عم بتعاني شيء بعمركم. هل كان مارك عم بيقول لي، ما بعرف إذا بعمرك أو بالمدارس، عم بيقول لي مارك إنه الناس ما عم بتكون عميقة، عم بتكون سطحية وعم بتمثل بأعماركم، مزبوط هالشيء؟ أكيد، في كتير عالم فيك يعني يمكن بتشوف حالها بالقصص الماتيرياليستيك اللي عندها إياها، فهو كتير قصص سطحية يمكن بيكون بالشخص. أوكي. لكن مارك، أنت مين بتحب الأشخاص تقعد معهم؟ أنا اكتشفت بحالي أنا بحب أقضي وقت مع ناس أكبر مني، بحس بحالي بتعلم منهم، بس هيك لما بقعد بسمع وبتعلم منهم. بس كمان بصفة مشتركة إنه يكون ناس حقيقيين، يعني ناس ما بس بتحكي، لأن الناس بتوعظ من الله كتيرين. فبس إنه حدا يكون هيك حقيقي يحكيني شيء يحسه إنه عايشه، لما يقول لي أشوفه فيه، وما يعني ما يحس إنه هو عم يحكيني شيء أنا ما شايفه. فهيك تمام. أنا معروف يعني أنا تقدر أضحك مثل ما قلت نور، وإنه حب وقدر أصحابي اللي بيضحكوني. بدي أول شيء نبش على العمق. إذا قعدت مع ناس وضل في هيك مثل حيطان، أكيد مش دغري بوقف، بس عم بقول أهم ناس بدي أعرف عمقهم. بعتقد يمكن بدي يشوفوا دموعي أو شوف دموعهم هالقد العمق بدي، يعني بدي أشوف أمور هالقد ما في حيطان بيناتنا. وبعدين مثل ما قلت نور، قد ما بدنا بصير أضحك من قلبي، بصير حيالة شيء منقوله بنبسط. بس العكس، ما بنبش بحياتي على ناس يضحكوني بالأول، لأنه ما قلش للناس اللي بيضحكوني بس حاطين قناعات إنه لا الضحك بيقدر. أقعد أنا ومريان بالبيت أضحك، مبسوط أنا ومرتي نضحك، لأن بكون عارف قدي مرتي قريتني وأنا قرية. بدي العمق، بدي إنسان حقيقي، بدي قاضي. بحس مرات اللي قاعد معهم ما خص إنه هو قوي قدام، بس هو بحس ليه مارك كتير لقلي نقطة ضعف، لأنه مارك بحب شغلة فيه بالبيت حتى مع أهله، مش لأن أهله قالوا له هيك بيقول مثل ما بيقولوا أهله أو إخواته. مرات بيعرف إنه الكل رح يوقفوا ضده، بس عم بيقول لهم أنا هيك عم بحس، يعني بدكم تفهموني، فهموني، بس أنا ما رح أقول اللي أنتم بدكم إياه، بدي أقول أنا شو بحس بعدين أنتم فهموني. هيدي الشخصية اللي بحبها، اللي بيقول هو شو في بقلبه. تام، مش جديد قلتوه، الشخصية الحقيقية. يعني أنا أكثر شيء بيهمني الشخص ما يكون عم بيمثل، يمكن لأنه هلا الأشخاص بحياتي ما حدا بيمثل، فبتسائب لما أشوف أشخاص بعرف إنه عم يمثلوا بحس بهيك في شيء غريب، يعني في شيء ماني قادرة إني حتى أسألها مثل ما قلت أي سؤال مثلا عميق، أو حتى إني فرجيها مين أنا، لأنه بحس إنه رح تشوفني كتير أو رح يشوفني كتير هذا الشخص مش على طبيعتي يعني. فبفضل يكون شخص حقيقي، يمكن هذه الصفة الوحيدة اللي بفكر فيها. 100%. بركب هالوقت بحضر حاله مارك، بنقرأ بعض الواتسابات لأن عنده ترنيمة مع بول يرنمها هيك بتروح. بول وحده، سوري، بول وكمال عندهم ترنيمة.